بدأ الإنسان الصناعة من خلال صنع عدد قليل من المنتجات، ثم شيئا فشيئا شرع في الإنتاج الكمي، ثم بدأ يفكر في احتياجات الناس المتنوعة، وبدأ في تصميم منتجات لتلبية هذه الاحتياجات. ثم عالج مشكلة الجودة، وبينما يبتكر أشياء لها قدرة أكبر وأكبر على تحمل مسؤوليات الناس، يسأل الإنسان نفسه: هل هي آمنة حقا؟ الآن لم تعد الهندسة بأسلوبها المبتدئ مقبولة، فقد طالب الناس بضمانات. يهدف برنامج هندسة وإدارة السلامة إلى تدريب مهندسين قادرين على تصميم وتصنيع منتجات آمنة وتقديم ضمانات حول مستويات السلامة، من النقل والمنشآت الصناعية إلى البناء. يتعلق الأمر بجميع القطاعات، جميع الجهات الفاعلة معنية، ليس فقط مصممو المنتجات ومصنعيها ومستخدميها، ولكن أيضا السلطات التي تصدر التصاريح ومديري الشركات الذين يتحملون المسؤولية في حال وقوع حادث ما. يعمل مهندس السلامة في الواجهة مع كل هذه الجهات، يلعب الآن دورا رئيسيا في المنظومة. يجب أن يكون هذا الشخص متعدد المهارات، سواء كمهندس أو كمدير، ولهذا يتناول البرنامج التدريبي العديد من المواضيع. لا يتوقع أحد أن تختلف مستويات السلامة لطائرة أو منشأة صناعية ما باختلاف البلدان، ونظرا لأن السلامة تخضع بشكل متكرر للمعايير المتفق عليها دوليا، يتم تقديم برنامج التدريب باللغة الإنجليزية، وهو موجه للمشاركين من جميع أنحاء العالم. نحن نقدم طريقتين للتدريب. الأولى هي دورات تدريبية مع المشاركين في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية، والتي تقودك لنيل الشهادة، أو يمكنك استخدام مواردنا عبر الإنترنت، والتي تمكنك من الوصول إلى خبراء دوليين من مختلف القطاعات في الوقت الذي يناسبك ويناسب احتياجاتك.